يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة حديث عائشة رضي الله عنها إنما الأجر على قدر النصر، أو في معنى الحديث؟ سمعت الكلام في هذا، وأن هذا فيه نظر، ما هو على كل حال إن عظم الأجر مع عظم التعب، بل عظم الأجر مع إخلاص القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، مع الإخلاص وعند الحاجة. عند الحاجة، المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيئا، فقيرة معها بنتين، فعائشة أعطتها ثلاث تمرات، أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، الأم أعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، هذه التمرة. المدار على الإخلاص لله وإن كان العمل قليلا. نعم.